أمد يدي لتربت على كتف إخوتي، أمدها لتعينهم وتقربهم، فإن وإن وزعنا على بقاع العالم إنسان واحد، أمدها ليستقيم هذا التأرجح بين الخوف والتجلد، فتأمن قلوبهم بنا وتطمئن قلوبنا بهم. أمدها لأننا لم نألف مصابهم، ولم نتخطى ألمهم، ولم نغفل لحظة عن الدعاء لهم. أمدها لنقوى، فالجماعة وحدها وإن كانت خشبة تقوى مواجهة الكسر. اجتمعنا كبارا وصغارا بكل ما أوتينا من حنو، فتراحمنا من أجلهم، تراحمنا من أجل غزة.